من القاهرة معي مراسل أخبار الآن رمضان مطعني. رمضان مساء الخير. أول شيء الشارع المصري اليوم بعد ما حدث أمس كل البهجة طبعا وما حدث بعد بإصابة محمد صلاح. نعم، يا بالفعل سيطرت على الشارع المصري يعني حالة من السعادة بمشاركة محمد صلاح، يعني حتى يعني بعد منتصف الشوط الأول من نهائي أوروبا الذي كان يعلق عليه المصريين آمال كبيرة بأن يحرز صلاح هدف ويدخل ضمن والعرب هدافي العالم، والعرب أيضا وكل العالم العربي بالتأكيد، ولكن ما تبدل الحال فور الإصابة. يعني كنا نشارك بالأمس في المقاهي والساحات التي أفردت بعض الشاشات لمشاهدة يعني نقول محمد صلاح تحديدا، هو ما يعني المصريين، أصبح المصريون كلهم يشجعون نادي ليفربول يعني على قلب رجل واحد وكأنه المنتخب المصري فور الإصابة، حالة من الإحباط الشديد، ووصلت يعني إلى حد البكاء من بين حتى الأمهات التي كانوا يشاركوننا في مشاهدة الفيلم، وأصبح الدعاء لمحمد صلاح بأن يقوم بالسلامة. الخطر الآخر أيضا الذي ربما بدده يعني تصريح أو خبر وزير الرياضة كما ذكرت منذ قليل بأن صلاح سوف يلحق مباريات كأس العالم، وهذا ما كنا نخشاه ويخشاه المصريون جميعا بالأمس، أن تكون الصدمة صدمتين، يعني عدم إكمال المباراة النهائية لأوروبا وعدم مشاركة محمد صلاح وهو العمود الفقري للمنتخب المصري، وكل الآمال تعلق عليه بأن يحقق المنتخب المصري يعني نتائج متقدمة أو يظهر بشكل لائق ضمن المنتخبات يعني حتى في الدور الأول بالاعتماد على محمد صلاح. حتى محمد صلاح على تويتر يعني قال سأكون في كأس العالم إن شاء الله. الصحافة المصرية أيضا أفردت في الصفحة الأولى وهو الخبر الرئيس بالفعل في الشارع المصري ليلى بكى فيها المصريون لبكاء محمد صلاح. أيضا يعني السوشيال ميديا يعني خصصت يعني بعض التغريدات وبعض الفيسبوك بعض البوست التي شيرت على الفيسبوك بأن ستكون الليلة محددة للدعاء لشفاء محمد صلاح، وأيضا الدعاء على راموس الذي تسبب في إصابة محمد صلاح وهي يعني من السخرية على موقع فيسبوك. لكن الشارع المصري حتى هذه اللحظة يعني حزين على ما حدث لمحمد صلاح، كأنه فارق في مسيرته في المشوار الأوروبي وانتقاله ربما إلى نادي ريال مدريد بعد المباراة، لكن كل هذه الآمال ربما توقفت بإصابة محمد صلاح التي سوف سيتم أو سيتمافى للشفاء فيها على مدار أسبوعين، وسيكون إن شاء الله يعني يلحق بالمنتخب المصري في كأس العالم. شكرا القاهرة مراسل أخبار الآن رمضان المطعني.